على الفور. وفي غرفة عمليات الآن بداخل نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تتلقى الشكاوى من جانب القضاء وتقوم على الفور بالاتصال بالجهات المعنية للعمل على تسجيلها على الفور. هناك حرص من الجميع على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية وسلامتها وعلى نزاهة تلك العملية الانتخابية. طيب أستاذ علي، فيما يتعلق بالصمت الانتخابي أو كسر فترة الصمت الانتخابي، وصل حضرتك معلومات عن كيفية معالجة هذا الأمر من قبل اللجنة العليا للانتخابات؟ هو حتى أمس كانت هناك تصريحات بأن اللجنة لم تتلقى شكاوى بشأن وقوع تجاوزات بهذا الشأن، لكن أقول بصدق أنا عن نفسي كمتابع لقيت التزام كبير بمسألة الصمت الانتخابي مع اعترافي بوجود تجاوزات طفيفة وبسيطة تقل كثيرا جدا عما جرى خلال الانتخابات البرلمانية. نعم، ولكن يعني أستاذ علي، بما أن حضرتك يعني متواجد في مقر اللجنة ممكن أنك توصل لهم المعلومات. هو الحياة مراسلي أو مراسلوا شبكة تلفزيون الحياة قالوا لنا أن في بعض اللجان في دعاية من قبل بعض المرشحين بيقوموا بتوزيع دعاية بالنسبة ليهم، فحتى يعني لحد ما حضرتك توصل لهم هذه المعلومة، ولكن من المتوقع في مثل هذه الأمور أن اللجنة تعمل إيه؟ اتفضل. أولا ينبغي طبعا أنا حضرتك تعلمي أن عدد المقار كبير جدا، عدد مقر اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية كتير جدا. فإذا أي مواطن حيلاقي إن في تجاوز للصمت الانتخابي أو مخالفة لأي شكل من أشكال القانون عليه أن يقوم بإبلاغ رئيس القاضي الذي يتولى هذا الأمر، وعليه أيضا أن يمكن أن يقوم بإبلاغ النيابة العامة. بمعنى حضرتك بتقول تفاصيل، يعني المفروض أن يكون في تفاصيل محددة، يعني يتصل بأي جهة من الجهات المختصة والمعنية بهذا الشأن لتتخذ الإجراءات القانونية ولمنع هذا الأمر. ليه؟ لابد من المواجهة الحاسمة لمسألة تجاوز الصمت الانتخابي، لأن اللي بيخالف الصمت الانتخابي بيخالف أحكام القانون، وده هيتيح لي فرصة الترويج لمرشحه على حساب المرشحين الآخرين الذين التزموا بأحكام القانون. نعم. فده بالتالي هيخل بمبدأ المساواة، هذا أمر مجرم. وفي هذه الحالة، يا أستاذ علي، على الفور. نعم، وفي هذه الحالة من المتوقع أستاذ علي، في هذه الحالة من المتوقع أن إيه الإجراءات اللي يكون بتنتظر المخالف؟ الشخص اللي هيتجاوز ويقف على باب اللجان ويجري دعاية انتخابية ينبغي إلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه. نعم. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. نعم، ولكن من وجهة نظرك حضرتك شايف ان الى اي مدى تم تلافي السلبيات اللي حدثت في الانتخابات البرلمانيه مقارنه يعني بالساعات الاولى من الانتخابات الرئاسيه؟ تم تجاوز السلبيات اللي حصلت في الانتخابات البرلمانيه بنسبه كبيره جدا تكاد تصل ل 70-80%. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط.